فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تلبس ما يسمى بالعدسات اللاصقة في عينيها، وتكون هذه العدسات ملونة وتغيرها كل فترة من أجل الزينة؟ من أجل الزينة لا، ما تلبس العدسات من أجل الزينة، أما تلبسها من أجل العلاج لا بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.